دابا قبيله كنا مدابزين ودابا ولينا ملحقه، غير جاوبني انت دابا على هادشي ياك. ها قبيله قلتي حنا مدابزين مع الاحرار ودابا ولينا ملحقه، كيفاش كاين انتقادات في هادشي اللي كتقرا؟ لا ماشي انتقادات، اه الحزب من خلال المواقف ديالو توارى الى الخلف. لا بغيت نفهم واحد الحاجه الله يرضي عليك. لا نجاوبك نجاوبك البارح البارح قبيله قلتي قلتي احكا راه في الاغلبيه ديالكم ما شاداش، وانتم كتخليو الاحرار هي اللي تاكل العصا، ودوك ما كاينش التنسيق، وهما تيخليكم في بعض المواقف، وهما كيخليونا وانتم كتخليو. المهم ما قيل وما مزيان. دابا قلتي لي لا حكا راه مع الامور ما كاينش هادشي اللي قلت قبيله، هذاك الشيء اللي قلت تحول في مجموعه من من من, من الامور ربما يعني الى ملحقه نكونوا شويه، ولكم واسع النظر فيما يخص الرد. لا لا انا مره اخرى سميت الا كنت غتجمع لي كومونط اللي كتكتبوا وتجي تقولهم لي، راه ماشي مثال، راه ماشي هذه صح. مثال نعم نعطيك مثال سي الوزير، مثال ديال سي المهاجري مالو، واش ما كانش ضحيه مثلا ديال هذا ابدا هذا التبعيه بين قوسين حزب الاسرى والمعاصر؟ ابدا السي المهاجري فاش خدا الكلمه ديالو خداها باسم الفريق البرلماني، وداك الكلمه اللي قال الفريق البرلماني يعني الحزب السياسي يعني المكتب السياسي ما كانش متفق معاه، لاننا نحن عضو داخل واحد التحالف حكومي وداخل الاغلبيه. شنو قال؟ شنو قال؟ شنو قال؟ اسمعني هذه كلام عادي. شنو قال؟ شنو قال؟ دابا حنا داخل الحكومه داكور، فاش كنبغيو نعبروا على راي الحزب، راي المكتب السياسي والمجلس الوطني والفريق البرلماني، كنعبروا عليه كحزب، كنقولوا ها الكلمه الحزب، هذه كلمه ديالنا ككل، متفقين ما متفقينش على 100%، ولكن انا يمكن نتفق مع 30% الاخر 30 هذا هذا، وكتولي كلمه الحزب. اما لما كنبغي نعبر على راي شخصي كنائب برلماني راه كاين الاسئله الشفهيه العاديه كتعبر عن ماشي اول مره هشام تكلم، اولا سي هشام المهاجري صديق لنا ومناضل داخل الحزب، بغى يبقى مناضل داخل الحزب، ومش اول مره كيتكلم كيحضر الحزب هو دابا ماشي اول مره كيحضر الحزب. فاش كيحضر هشام المهاجري دابا الحزب كيجي تتواصلوا معاه منذ ما يعني من جرى منذ هذا غيكون فاش غيكون المؤتمر الجهوي ديال مراكش، غيكون كجميع المناضلات والمناضلين هو بقي مناضل الحزب. طيب انا بعدا مازال كنتواصل معاه. طيب جيد، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.